مشاهدنا الكرام، سلام الله عليكم. دائما من هذا المطبخ الجميل الثنائي انا وبنتي نجوى نقدم لكم وصفات ان شاء الله راحين ينالوا اعجابكم. نجوى مرحبا بك امي، مرحبا مشاهدينا كنا، مرحبا بكم على سلامتكم معنا. هاكي مليحه امي؟ صحتك لاباس؟ رمضان انا عيانه، انا عيانه اليوم جي مونك دو سوماي. شهر رمضان اكيد كاع امي عندنا المشكل تاع النعاس يداهمنا. لا لا سمحي لي، كاين اللي يعني يسهروا كاين سبه اللي يسهروا، ناس يقراوا القران ماشي غير ماشي غير عندي الماكله الماكله الماكله. اكيد عندنا وقت نفرغوا ليه للعباده للصلاه، نقراوا شويه قران، نقراوا على هذه شويه. انا تعبانه، ماشي تعبانه، راني نعسانه، جي مونك دو سومي. ان شاء الله كل خطره نقول نفطر نرقد، ما نقدرش ما نقدرش. لا تماك نعاودو نشطو جيب يا ربي. صح عندنا المشكل اللي عندنا هذا كاع، ان شاء الله ربي يقدرنا. ان شاء الله يا ربي يقدر كل مؤمن، يتقبل منا ان شاء الله صيامنا، ان شاء الله يتقبل منا صلاتنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. امين. ويرفد علينا يا ربي، دائما ندعو نزيدو ندعو ندعو ندعو، يرفد علينا هاد البلاء يا ربي يا رب يا رب ان شاء الله. امين. امي اليوم راني حنا نعرضك انا، يعني شوف راني شوف انا نتبعك برك نتبعك. قلت لي راني شويه تعبان عين، قلت لك امي خلي اليوم انا ندير ال على بالك كاين المشاهدين فاقوا قالوا لي على بالك نجوى اي بليز اون فورم عليك. قلت لهم باسكو نجوى نجوى الصباح راه ما تظنش 4 غير 4 تاع الصباح. لا 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 ما راني بيعت ابار الفجر يعني انا خلاص طبيعه طبيعه ما نقدرش نتخلى على الفجر تاعي ما نقدرش، سواء الشهر رمضان ولا سايد ايام كون ما وصلش الفجر بنحس روحي مانيش مليحه. تري بيان. الوغ امي دوك حنا نبداو بالخبز اليوم، راح نحضر لهم خبز بالزيتون بصح افيك لا فارين كومبليت. كان بزاف مطلوبه لا فارين كومبليت، دوك بزاف يطلبوها الناس. نجوا ديري لنا خبز لا فارين كومبليت. صحي صحي دوك الناس شو تدير لي جون كومونس ا بروند كونسيونس دوك اتيك صح، عم يحوسوا بزاف على يعني كما قال لك الاكل الصحي. الوغ امي نبداو بسم الله. خبز الزيتون، خبز الزيتون حنا نهضروا على المقادير وميم طور انا نعملوا نخدموا. هنا عندي ملعقه كبيره تاع خميره خبز حوالي 10 غرامات. هلا عندي ملعقه كبيره كذلك تاع سكر حوالي 10 غرامات كذلك، دير النصف تاعها. هنا عندي 225 غرام الى 250 غرام تاع ماء على حساب لا كاليتي تاع لا فارين كومبليت النوعيه. الفرينه يعني قد ما تشرب الماء قد ما راهي من النوع الرفيع. وي وي هنايا عندي 200 غرام تاع فارين فارين كومبليت. 200 غرام مع 300 غرام تاع فرينه عاديه. ديروا هذا هنا يا خي ماشي ثقيل عليه. بسم الله وتاري اوسي 300 وهذه موزونه 200. عندي كذلك 50 غرام تاع زيت زيتون، عندي 50 غرام تاع زيتون كحل، وعندي هنايا 20 غرام تاع زيتون اخضر. وما ننساش كذلك الملح، هنا عندي فرطل، هنا عندي 8 غرامات ملح، 8 غرام دو سال 8 غرامات ملح نقصوا عليه في الزيتون. وي صفايه دي رقيقه 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 واش نقول لك. جوز مليح صفي مليح. درتي 250 مازال 50 غرام. حطي حطي راني درت طاغ جي طاغي. ايه نوزن. ايه وزن ايه. 50 غرام شويه زياده لا اسمع الفنا بيدينا ساجنا لي ميم بروب سي بون. فوالا دوك نزيدو غادي نحطوها هنا نحتاجوها نجبدوها. نزيدو دوكا لا فارين كومبليت فارينة القمح الكامل، قلنا 200 غرام. عندي 50 غرام تاع زيت زيتون، قلنا 8 غرامات تاع ملح، وهنا كذلك زيتون الكحل 50 غرام والزيتون الأخضر.
ها بها نقصنا شويه ملح، نخلو برك الحبات ملاح للديكور اميه. فوالا تري بيان. دو كيما راهو نحطوه هنا فوالا، نحطوه دوكا يتعجن. خلاص ما تحكمش سي بون وي، خلاص نخلوه يتعجن مليح. فوالا نخلوه يتعجن. هو كفاه لا كونتيتي تاع الماء 225. هذا نحيوه وي اون ايتوا لو بلان دو طرافاي. مش طبق رئيسي باش حدير لنا اليوم؟ الوغ اليوم راح ندير لكم طبق بدنجان. بدنجان فوالا. الوغ سي ان غراتان انديفيديوال، راح نحضروه مع بعض. الخبز راهو يتعجن دوك، حنايا المشاهدين نورو لهم واش حضرنا. هنا عندي امي اللحم مفروم طيبته كيما البوراك، قليت البصل ملح في الكحل، زدت اللحم تاعي، زيت طيبتها نشفتها، لازم تكون ناشفه مازال باش تكون بالماء تاعها، ودرت لها المعدنوس. هنا عندي لا صوص طومات، انا طومات كونكاسي، الثوم، زيت الثوم، ملح في الكحل مع الرندو زعتر، يعني كيما نحضروا لا صوص طوماط. هذه نشفتها وهذه خليتها شويه ليكيد، هذه ثاني يعني خليت لها بشويه الماء تاعها، حنديرها كوم ان فون في لو بلا تاعي. هنايا عندي كميه من الارز غليتها، الروز تاعي، باذنجان انا نشوفه هنا شرائح، درت لهم الماء عفوا درت لهم الملح باش نشفهم مني باش يطلق الماء تاعهم، شفتهم اكزاكتومون، ودرتهم في المقله شويه زيت، سواء نشوهم سواء مع شويه زيت نديرهم في المقله. زيت الزيتون اكزاكتومون. وهنايا باذنجان اللي قعد لي امي قطعته مكعبات صغار وقليته شويه في المقله وملح في الكحل. تخي بيان. الوغ امي عندي هكا دي بول، جابي ربي الخبز خلاص هاكي امي ديالي بابي فيلم فيه تعجن. وليك بدات تبدل البلاصه تاعو هاي. امي فوالا دوك تمتم يخمر، مع الفستيزو كاين الحر، تمتم راهو يخمر. امي نستناك باش نكملوا الكيفيه مع بعض. رحت بعيد هنا يعني ما سافرتش انا، لازم يكون الحضور تاعك هنا لازم. الو ولفتك هنا كيفاه؟ الو هادو ما امي شوفي كيفاش اون فالي شوفوشي هنا جوست بور بروندغ لا فون، من داك نحوهم. داكور يعني ماشي لازم ما تبيح تاتي الصغار، تاتي تاع الصغار ملتي مليح بس كي عيبك دوكا تيك محل هذا الشهر الفاضل هدايا ديجا الشربه سي تي اونتري والبوراك تي اونتري وزيد السلطه اون اونتري ديجا عندنا 3 اونتري وزيد هذا البان فرونسي قد ما يكون البان يعني كما قالت هكذايا خفيف ظريف قد ما احسن. الوغ نفس الشيء نديرو لا ميم شوز هاكي امي ديري هولي، انا ديجا انا حضرت وحده هاوليك ديري هولي امي. بسم الله. الوغ دوك نجيبو واش عندنا، اللحم مفروم، الارز، نجيب ان كويير، اي هنا كويير راني حطيتها هنا. نبدا دائما بالرز، يعني هاد الشهر الفضيل المستمعين وليزا قاتي بال كيف يقولوا بلي غوسات تاع الباذنجان. الباذنجان وي لانه امي متواجد في السوق وبزاف يقول لك عندي باذنجان ما عرفتش واش ندير به، حنا نمد لهم الفكره. الفكره
الطماط ما نكثروش بزاف نديرو خليهم مشى نديرهم هنايا لا فيوند نقدروا نديرو داخل جبن مبشوره حنا بركي باش نقصوا شويه الجبن الجبن faut juste bien entasser زم ابزو مليح هكذا ندير شويه يعني لانه ذوق الباذنجان امي الداخل تاني حي حيلك هو ونعاود نغلقهم نقص شويه معناتها الباذنجان ما نقطعو شرائح اللي يقعد لي نزيد نستعملوه كان حتى مشكل تو كيما راهو امي خص الحار خص الحار نعاود نغلقو هكذا بهذه الطريقه الفكره شابه فوالا شابه ومن بعد كي نحبوا نحوه فوالا نحوهم بهكذا غير بشويه فو كي دو دو لير فوالا شوفي شحال شابه شابه ليدي مي كاين لو بلا انديفيديال سي جولي انديفيديال رائعه كنت تانيك سيدها تانيك سيتي يعني تري بريزونطابل باقي تفرغي لاصوص طوماط هنايا وي لاصوص طوماط هذيك نفرغها اسفل ديريها كامل اه ديريها امي ديريها سيغ اه جوست لو فون وهذه نسحقها من بعد باسكو كي نحطهم هنا جوست يفون سو غراتيني شويه من بعد نحي كلش لاصوص طوماط ونديرها دون ان بلا بريزونطاسيون اه وي لانه هكذا بزاف يعني ما يبانوش نفس الشيء قلنا نبداو بالأرز هي يعني إلا فكرة باش نوع شوية صوص طوماط صوص طوماط ديجا حت تطلق على الرز تاعنا وحت تنكهو ونعاود برك ولفنا لحم سيمبول لحم يعني سيمبول تاع شغل فرحتي بالانسان سولتي له عرضه فرحتي به دونك لازم اللحم من عاداتنا وتقاليدنا يعني اي صح شاطرك الرائع نفس الشيء شوفي امي دوك كيما راهم هنا انا دوك زدت نكمل هذوما كيما راهم نحطهم في الفرن في الفرن جوست شويه واحد 10 دقائق ربع ساعه نحيهم نعاود لهم دون ان بلا دو بريزونطاسيون يكونوا سخونين يعني يشدوا الحراره بريزونطاسيون ونجلي ديكور لي طماط سيريز بالحار كيما حبيت امي نديرهم شويه حار من الفوق وبيرسيل اوكي كنا امي حضرنا الفوكاتشا هاد الايام يعني شافوها المشاهدين وبزاف كي قلت لهم تقدروا ديروها بلا فارين كومبليت بزاف حضروها بلا فارين كومبليت وجاتهم روعه بعثوا لي يعني لي فوتو جاتهم روعه لا بالانس نوزنهم 80 غرام ديروا دي بان انديفيديوال اميه درنا الباغيت درنا خبز كبير اليوم نديروا دي بان انديفيديوال شحال جاتهم 80 80 الى 100 غرام كان حتى مشكل حنا الخبز اليوم حنديره عباره عن حنا نقولوا كيكات ديكوغان نبدلوا شويه الشكل يجي الله يبارك راني نشوفه زاكي زاكي الله يبارك المهم هذا الخبز يعني رائع في ايام رمضان جو كونفيرم هايل شكون يحب الخبز شكون يحبو نحبوه كاع لا لا كان شكون كان يحبو بزاف كان عبد يحبو بزاف بزاف سكتي عبد العزيز عليك ابي نسيتي يا فهمت مام يلقى خبز هذا اخر ما كاش خبز بالزيتون لازم خبز زيتون لازم سي فري كيلي بون صح هو بالريجيم لازم ياكل سونسيل ما ياكل هذا الخبز فوالا نرجعوا للميزان ونبداو نكونوا
تبعوا مشاهدينا نديروا انترو ومن بعد بهذه الطريقه نحطوه. المهم الشكل تاعو بزاف سهل في الوسط هكذا. لازم نديروا الباتيجون باش نجيبها. وي لازم حبه بيض ومن الفوق نديرو له امي الزيتونه ديجا راه الله يبارك فيه الزيتونه. دي فوا نقولو خبز بزيتون بصح نقعد نحوسو على الزيتون الداخل هو يكون غير من الفوق. هذا فيه الداخل الزيتون فيه الاخضر وفيه الاكحل. وي دير قرصه تاع الملح باش تجينا ادوغ شابه هكذا ونهبطوه شويه باش ما يجيناش معمر لامي دابا هذيك. نقول لك نجوها راهي تلعب علاش يقول لك فن 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 الطبخ هذا وفن الطبخ تلعبي بالعجينه تلعبي ماشي بزاف. انا سامغيف كندير بيتزا نحب نلعب بالعجينه هذاك تاع كيما هذوك لي كرون بيزاريو واش يلعبوا بها كامل. اه وي جيم بيان لو بانسو. ايه تماك تخي بيان. امي انا في اللوحه تاعي ما درتلكش تحليه. ايه تحليه ما درناش تحليه مشاهدينا. انا والله غير يعني الحمد لله طبخت حبيه. اسمي هذا شهر رمضان قريب ما كليتش كامل الحلو والو ناكل غير تاعي شاك فوا تقول لي نقول لها ضغطي هذيك تحيه تقول لي ما ضغطش. الوغ اليوم ما حاش ندير لك تحليه. نحب غير صارت في الفاكهه هذا ما كان. لا صار دو فخ. وندير لها شويه عسل حره وخلاص. هادو كبرنا يا بنتي لازم نهادو على صحتنا. شفتك درتي لها العسل الحره ويقول لك صحتك في صحنك. شفتها وانا كذلك درت نفس الشيء امي قلت لها العسل الحره شتي يا عنتيني. فوالا دوكا امي من الفوق نكملوا هادوما من الفوق نجيبوا هنا السنيوه نديروا لها الزيتون ونخلوه يختمر باش نطيبوه. فوالا شكرا لك الصحة. هنا نديرو هكذا ثلاثة زيتون خضر كومسا وثلاثة زيتون أسود. نفس الشيء يجو حلوين هادو امي من بعد يكونوا صغار هكذا انديفيديوال يختمروا. الوغ مشاهدينا هادوما نخلوهم يختمروا يضعفوا الحجم نطيبوهم على فرن 200 درجه. هاد لو بان زونيف يحب يعني فرن ساخن ما يحبش ان فور ما يكونش سخونه 200 درجه مده حوالي 12 الى 15 دقيقه يحمر يحمر تخي بيان. ومن بعد كي نخرجوه من الفرن دائما زيت الزيتون ولا نديرو ديما هذيك شويه ثوم مبشور مع زيت الزيتون ونديروه من الفوق يعني يمد بنه رائعه. سي بون امي نحوس باش ندير ديكور تخي بيان. دوك انت كملي نكملو هذا نحطوه يختمر انا نكمل هذا لو بلا ونقولو مشاهدينا روحوا فاصل ونقول لكم وقعدوا معنا. جمهورنا الحبيب رجعنا لكم مره ثانيه مع نجوى راح تحضر لنا واحد الخطره ماشي تحليه. الخطره حضر لنا كبده بالطريقه خاصه لان نجوى اليوم انا عزمتني عندها كم قلت لها انا ما كان ديري تحليه ديري برك يعني صلاه الفاكهه دوك في باش تحليه دارت لنا الكبده مليحه فيتامينات. لا امي انت لازم لك فيتامينات. الوغ كبده مشمله امي انا جبت كبده خروف ولكن مشاهدين
ملفه نديرها بالكبده الدجاج ولا كبده تاع الديك الرومي الديك الرومي ولا دانت نفس الوصفه وتجي رائعه اكد لكم تجي رائعه يعني خدت شويه من الكبده مشربها اكزاكتومون هنايا دائما الكبده كي نشروها نحو لها هذاك الغلاف الشفاف حنا غير نرفدوه ونحيوه سمحي نقاطعك بزاف 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 الناس الغلطه اللي يديروها يشوا الكبده عبك الكبده لازم نغسلوها ونمسحوها وهذا كما قلتي هذيك لا بوف لا مونبران سي هذيك لا مونبران فين هذيك لازم تتنح بزاف ما داك تولي كاوتشو فوالا هذيك بزاف الناس يغلطوا فيها متاسفوا من نقولوها لكم ولا لازم هذيك الكبده هذيك لا بوف فين لازم تنحوها ولهذا باش تجيك طريه هذيك لا بوف بعض الاحيان يقول لك الكبده بس كانت يابسه هذا راجع لهذيك لا بوف فين اللي ما نحيتوهاش كي طابت كاوتشو تكمشت رجعت من كبدتك تاع دونك هذه نصيحه فوق اون في هذيك لابو ديال الفين بينيكي تري بيان الوغ هنا قطعتها امي طوال اكزاكتومون شرائح طوال هنا عندي كميه من البصل كميه من فلفل حلو وعندي كميه من طماطيش يعني طماطيش كونكاسي قطعه مكعبات صغيره كرويه لازم الكرويه تكون بنينه الله الله فوالا ومن الافضل تكون في الدار فوالا مصنوعه من ايادي تري بيان هنا عندي كميه من التو شويه زبده شويه زيت وما نساش يعني شويه تاع كونسونطري طوماط ونعرفوا كنا كل طبخ كل طبخ اللي يعني طيب بالزيت والزبده يعني صدقوني ميم سمن يجي بتانيك بنين تحبي ديال الزبده انا باش تعمل الزبده وعلاش لا كوزين فرونسيز يقول لك سي لا ميور او موند هذا هو السر يفو دير اوسي كالي غراسا السر يطيبوا دائما بالزيت والزبده هذا هو السر تاع البنه تاعها الوغ امي انا شعلت على شعلتي ولا ما طفاتش يعني السمن كي نديرو اطباق تقليديه صح صح مي نقدروا نعوضوهم يعني نحو السمن نديرو الزبده تري بيان الوغ نحطوا دائما كميه شويه زبده وشويه زيت نجيب مغرفه هاكي دوك ندلك ندلك تفضلي حبيتي مغرفه ديالك هاي تفضلي امشي شط مغرفه هاكي باش تخلطي بها الوغ ما نكثرش نجرب نكثر بزاف تحب لي دام هذه هي تحب شويه لي دام سي بون تري بيان فوالا مع الزبده هذيك هي شكرا هنايا حنتبل ثاني الكبده امي نتبلها ندير لها شويه تاع ثوم ندير لها كرويه ندير لها كذلك العكريت ندير لها شويه تاع راس الحانوت القلاده والحار باين غير شويه هكذا الام تاعي تحب الحار باش تبقى هنايا تبقى الوغ تاع البصل البصل ديريه كامل نتوما ديري ديري امي باسكو دوك يدبال البصل عندك الفلفل طوماطيش تبلوهم دبلوهم بيان مع الثوم كذلك الوغ نديرو شويه تاع شويه تاع راس الحانوت كميه قليله كذلك ان تو بتي بو دو فارين كميه قليله تاع فارينه فوالا نحركوها مليح هنايا ديري لي لاسيزونمون دوزني وي لي ميم زيبيس امي الملح برك درتي الملح في الكبده تاعك حندير الملح خصني الملح يعني هذا نفس التوابل نديروهم اللي درتيهم نفس التوابل كرويه نعكري حلو عكري حار درتي الثوم امي سي بون ترتاح تري بيان باش نرفد برك هذوما تحياتنا لناس وهرا نحبوكم ونحبوكم ونحب يعني الكلام تاعكم هذاك الحلوم كيقولوا واه ما نساش نفلك حال تانيك
هذوك ندير الخضر طرشي نديرو كامل هذايا يا جماعه. ديريه ديري امي ما تخافيش دوك يدبل ندبلوه. يا درا اليوم الكبده اليوم بالخضره يا درا. حاجه جديده بس على بالي بلي تعجبك. في الحلقه القادمه نقول لكم الخضر. يعني انه مليح الابداع مليح الابداع يعني غير كبده مشرمله 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 مليح الابداع. مام الكبده امي تاع الدند والدجاج جيتاني رائعه. مليحه ناوي. Et c'est très bon pour l'année, Mitanik. Hein? Alors, nous avons le chiche ou le maïdnous. Le chiche. Tu as fait un peu de temps, là. Tu as fait un peu de temps. Ou même la concentrée de tomate. Concentrée de tomate, oui. بون دائما نقول لكم راهي شدناها ومسحناها قد تقولوا ما شلوهاش ولا غاش مشلة ومسوحة. زيد شويه برك هنا عندي كمية تحشيش ومعدنوس أمي نقطعهم درتي كونسونطري طومات سايي هنا والحشيش والمعدنوس دوك نرمي كميه دوكا امي ومن بعد نزيد الكميه الاخرى في الاخير طيب هاد النكهات تاع القزبر والمعدنوس ايه تشهي الالوان الله يبارك ما شاء الله هادو امي بعد ما يتبالو باش نحطو الكبده طيبهاش بزاف الكبده طيبهاش بزاف كي يتبالو نحطها ندورها شويه نطفي عليها ونرمي لها الحشيش والمعدنوس والخل و سيتير تو ديغلاس افيك دو فينيغ اكزاكتومون الخل مع السكر يمشي مليح الخل مع السكر وي حق ملعقتين كبار تاع خل مع السكر ونرميهم هادو مع الاخيره والحشيش والمعدنوس وما نساوش كذلك الكرويه امي في الاخير كرويه في الاخير نزيدوها احنا امي هادي نكملوا ونطيبوها مع الاخير نرمو واش قلنا الحشيش معدنوس الخل والسكر والكرويه هاي طابت تم نطفي عليها ما نخليهاش حتى وين تيبس حنا نقولوا مشاهدينا نروحوا فاصل ونوريكم في طاولة التقديم مشاهدينا لحقنا لنهاية الحصة تاع اليوم اللي كنا مع بعض درنا لوحة كاملة واليوم ما كاينش تحلية وكنت عزمت امي عندي ايه انا ام تاعي قالت لي ما نسحقش تحليه ما تناولش سكريات كنا مع بعض درنا يعني الخبز بالزيتون نوعنا شويه طبعا درنا له يعني شكل جديد نقولوا عباره عن كيكات واسكيبيا امي يعني كل واحد يدي حبته باش ما يقعدش فوق الطاوله دخل فيه ثاني يعني هذاك الفاين كومبليت
هي صحيه ثاني كذلك، ولهذا نقدر نقولوا زيت الزيتون يعني ما شاء الله زيتون صحي صحي. كي خرج من الفرن نالو زيت الزيتون، وكنت حكيت لكم باللي يزيد له نكهه رائعه. طبعا كنا كذلك الطبق الرئيسي درنا لي لو غراتان دو باذنجان، بصح درناه اون دوم يعني حاجه جديده، طريقه جديده شباب شباب درناهم صلصه طماطم بيسكي بيان دانج فيجان، ما تقسميه ما بالو كل واحد يدير لاباغ تاعو اكزاكتومون. وكذلك درنا الكبده، قلنا هي وحد الريحه امام في الاستوديو نقول لك عبقت الريحه. امي قلنا كذلك نقدروا نديروها، انا استعملت كبده غنمي، نقدروا نديروها بكبده الدجاج ولا تاع ديك الرومي تاعي. ديك الرومي تاعي كتجي رائعه يعطيك الصحه. امي عجبك اللوحة تاع اليوم؟ ما شاء الله خفيفة 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 ما شاء الله. احنا نقولوا لمشاهدينا صحة، فطوركم تقبل الله صيامكم وقيامكم، ونقول لكم باي باي مع السلامة.